مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نبدأ نشرتنا كالعادة بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم المنخفضة. 14 درجة مئوية متوقعة فقط خلال هذه الليلة في العاصمة عمان الملموسة، 14 رطوبة عالية 93%، والرياح تكون خفيفة المعتدلات أسرع. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا إربد جزئية 22 ل 13، المفرق 23 ل 12، جرش 21 ل 12، أما عجلون 19 بلا 11. بالنسبة للمنطقة الوسطى البلقاء 23 ل 13، عمان غائم جزئي 21 ل 12، الزرقاء 24 ل 12، مدبة 22 ل 10، أما البحر الميت 29 إلى 19. المنطقة الجنوبية الكرك 18 ل 10، الطفيل 20 ل 10، معان 23 ل 11، الشوبك 18 ل 10، أما العقبة 31 إلى 18. المنطقة الشرقية رويشد 29 ل 13 مع طقس صافي، الصفاوي 26 ل 12، أما الأزرق تفرق لبعض الغيوم 27 إلى 14. إلى اللقاء.